في إطار التحضير للموسم الفلاحي الجديد، بادرت المصالح الفلاحية بولاية البويرة إلى تنظيم معرض فلاحي لمختلف الشعب الفلاحية، مع عقد لقاء تضمن تقديم العديد من النصائح والإرشادات للفلاحين والمهتمين بخدمة الأرض. ساعة لقي خدمة شركة ساعة ثمنت لرومارا إكليل الجبل ميلتي فلور وساعة لابروبوليس نساعة البولين وساعة نفكي النصائح الفلاحين اللي جانا قي خدمة باش تعلم الميتي إن شاء الله. مخابر بايرن الألمانية عن طريق مكتبها في الجزائر متواجدة هنا في البويرة في المعهد التكوين المهني ببشلول من أجل عرض كل ما هو جديد فيما يتعلق بالمبيدات الزراعية وحماية النباتات بصفة عامة. إذا كنا هنا في إطار أيضا اليوم الوطني للإرشاد الفلاحي من أجل أن نبلغ الفلاحين والطلبة وكل مختصين في الميدان بكل ما يتعلق كل ما هو جديد في إطار حماية النباتات من أجل تحضير الموسم الفلاحي الجديد. المعرض الفلاحي احتضنته بلدية بشلول وتضمن عرض مختلف السلع والمنتجات الفلاحية التي تزخر بها الولاية. Je suis représentant de matériel pour la commercialisation de matériel agricole صنع محلي صنع هنا في مصنع هنا عندنا في بشلول عندنا كيما لي شاريو كيما لي بينيش بيتوز اي لي كولتيفاتور عندنا كل حال مصنوع محلي مصنوع جزائري 100% رانا في الديماراج ان شاء الله يكون شويه تسهيلات في التسويق تاع المنتوج تاعنا ان شاء الله. هو لقاء يبرز الامكانيات الفلاحيه لولايه البويره باعتبارها ولاية فلاحية بامتياز، ولاية تحتل المراتب الأولى في العديد من الشعب الفلاحية.